تواصل صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقعي فيسبوك وتويتر تلقي الأسئلة ضمن مبادرة اسأل الرئيس حتى 24 من الشهر الجاري. تأتي المبادرة في إطار انعقاد المؤتمر الوطني السادس للشباب الشهر الجاري، حيث سيلتقي السيسي بطلاب من جميع ومختلف الجامعات المصرية. وقد خصصت الصفحة الرسمية للمؤتمر الرابط الظاهر أسفل الشاشة لتلقي جميع الأسئلة.